وفي إنجاز جديد يضاف لإنجازات معهد الإدارة العامة بيبا، انضم المعهد لأمازون لخدمات الإنترنت ضمن أوائل الجهات الحكومية في مملكة البحرين. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس، المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبا. دكتور، بداية نرحب بك، هل لك أن تخبرنا يعني عن مبادرة الانضمام إلى أمازون لخدمات الإنترنت؟ مشكور يا أخي الكريم. الفكرة الأساسية أن مثل ما كان القلم مهم للكتابة، أصبحت التقنية والاتصالات أساس للقيادة التحويلية. والمبادرة اللي صارت من حكومة البحرين مبنية حقيقة على رؤية ثاقبة وجريئة، ودور هيئة الحكومة، هيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية، يعني أساسي وبارز في ان شلون ممكن تكون التقنيه ليست فقط للامور التجميليه، اذا كنا نسميها، انما في كل معنى الكلمه اللي اساس عمل العمل الحكومي. فالانتقال الى الحوسبه السحابيه مع شركه امازون خطوه حقيقه رئيسيه في هذا المجال. احنا اللي صار عندنا في المعهد ان حولنا نظامنا التدريب الالكتروني. اصلا المعهد معهد البيبا نتبع مجلس الوزراء، والهدف الاساسي هو تطوير العمل الحكومي. والتدريب الالكتروني يهدف بشكل اساسي الى التحرر من اي قيود المكان والزمان، وشلون نقدر نوفر التعلم وتغيير الثقافه والتعلم المستمر حق جميع العاملين في العمل الحكومي، يمكن حتى نقدر نوصل الى المجتمع بشكل عام. نعم. فحولنا النظام اللي طورناه في داخل المعهد الى الان الحوسبه السحابيه من خلال شركة أمازون، وصار لنا توفير جميل جدا، يعني بالنسبة للمصاريف الرأسمالية والتشغيلية تم توفير تقريبا 98% من المصاريف. وصلنا إلى فقط أن مصاريفنا ما تتعدى على 4000 دولار بدل ما كانت فوق ال 200000 دولار. نعم. دكتور رائد، عذرا للمقاطعة، لكن واضح أن يعني هذه المبادرة تأتي انطلاق من القيمة المؤسسية للمعهد بتحقيق ريادة ملهمة تتجاوز التطلعات. كيف يتم الربط بين قيمكم المؤسسية ومبادراتكم سواء على الصعيد المحلي أو حتى الدولي؟ الفكرة يمكن انطلقت لما بحكم خلفيتنا المرتبطة كذلك بالتقنية استطعنا أن نشوف في المعهد وأسرة المعهد أن في فرصة سانحة، ليس فقط لتوفير الأموال، إنما فرصة سانحة لكيف ممكن للأنظمة والخبرة اللي موجودة في المعهد أنها تصل إلى الخارج البحرين. وعلى أساس تم التوقيع حقيقة الأسبوع الماضي مع المعهد الأفريقي التابع للمنظمة الدولية للمدن والجماعات المحلية الفرحم الأفريقي، وقعنا عقد ب 140 ألف يورو لنقل تجربة البحرين في هذا التميز اللي صار في التدريب الإلكتروني إلى القارة الأفريقية بشكل عام. هذه لولا وجود التعامل أو المبادرة اللي أخذناها في الاشتراك مع الحوسبة السحابية لشركة أمازون من بداية الطريق، كان بيصعب علينا النقل التجربة لأنه بيكون لها تداعيات مالية أكبر بكثير. بينما اليوم اللي قدرنا نوقع تقريبا ب 140 ألف يورو استطعنا أن ننقل تجربة المعهد بدل ما نقعد ندخل في مشاكل. نعم. شراء الأجهزة والتقنيات ومشاكلها هذه كلها وفر علينا كثير. بالإضافة إلى عندنا مشاريع أخرى الآن مع بعض المنظمات الدولية كلها صارت انبنت على تجربة المعهد والريادة ربنا لك الحمد من قبل أسرة المعهد في هذا المجال، اللي أعطانا الفرصة أن احنا نستغل هذه التقنية للخروج خارج حدود البحرين وخدمة. طيب. اسم البحرين في الخارج. دكتور رائد، باختصار يعني ما هي أهم مزايا الانضمام للحوسبة الحسابية لأمازون؟ الحوسبة السحابية ببساطة تعطيك المجال أنك مو ليس فقط لتقليص النفقات، وهذه شيء أساسي ما في شك، لكن يعطي مجال للمؤسسات التحرك باستخدام التقنية والاتصالات بشكل سريع وديناميكي، بحيث أن من يريد أن يطور في أنظمته ما ينتظر أن عندي فلوس اليوم عشان أشتري أجهزة ولا ما عندي. أصبح التجربة ممكن تكون خلال فترة ساعة واحدة، نحط النظام، نشغل النظام، قدرنا ان نستفيد منه خير وبركه طورناه، او ان حتى نلغيه. فهذه الديناميكيه تعطي المؤسسات مجال اكبر لخدمه المواطنين بشكل كلش مختلف.
بشكل يخلي التقنية أساس في طريقة تفكير كل قيادي في العمل الحكومي. نعم، إذا نحن أيضا نتمنى لكم التوفيق والنجاح في المعهد بانضمامكم للحوسبة السحابية. دكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبا، شكرا جزيلا لك.